بالمديح والتراتيل يستقبلون مولد سيد الخلق هنا بأضرار، معظمين ليلة مولده ومستبشرين بها. تعودت منطقتنا يعني وكما هو الحال من الكثير في الكثير من المناطق أن تحيي هذه الليالي، ليالي المولد النبوي الشريف، يعني بترديد المدائح النبوية في المساجد والاجتماع على مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعني إخراج الصدقات وإطعام الطعام والتصدق على الفقراء. يعني كل هذه العادات في هذه السنة ربما يعني لا يكاد أحد من المسلمين يستطيع أن يقدم ما كان يقدمه سابقا، وهذا شيء حقيقة يثقل على نفس المسلم، خصوصا الذين ذاقوا حلاوة تلك المدائح النبوية من طيبة الغراء والبردة الشريفة ويعني القصائد الوترية. من عادتنا نقرأوا النسخ تاع البوسوري تاع الحلبي البغدادي كل في يوم الليل تاع هذيك 12 يوم تاع المولد النبوي، ونهار المولد النبوي بالذات نديروا احتفال. وبالرغم من وباء كورونا هذه السنة وما يفرضه من تباعد صحي، إلا أن الاحتفال بمولد سيد الأنام يبقى فوق كل اعتبار ولو اقتصر أحيانا في المنازل. لا جاءت موجة الكورونا وأي موجة نحن لن نتخلوا عن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل من زاد منا نعلموه هذه الصنعة تاعت مدح الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة ميلاده. هذه المدائح كبقيها من الهمزية والبوردة والشمائل إلى آخر ذلك تعطينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نقلوها لنا بالتواتر بالطريقة الصحيحة، والهدف منها ترغيب الصغار هذو والناس ككل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، باش يعرفوا شكون هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويغرسوا المحبة نتاعو من الصغر في قلوبهم. ليبقى الاحتفال بليلة مولد سيد الخلق بولاية أضرار وتخليده عادة محمودة يتوارثها الأبناء عن الأجداد.